يقول السائل: والدي متوفى ولديه 7 أولاد، هل الزكاة تخرجها لنا الوالدة أم أخي الكبير؟ يخرجها الولي، الولي الذي يتولى تركة الميت بعده هو الذي يخرج الزكاة نيابة عن الورثة، إلا من كان منهم بالغا عاقلا رشيدا فإنه يزكي نصيبه من التركة هو، أما القصار الصغار فيزكي عنهم وليهم، الوكيل عليهم يزكي عنهم لأنه يقوم مقامهم.